مرحبا، أنا أسامة عرفات، طالب كلية إدارة الأعمال سنة ثالثة بالجامعة العربية الدولية. العالم كلياته عم يشهد خطر فيروس كورونا على البشرية، ومثل ما كلياتنا بنعرف فيروس كورونا خلى أشياء كتير تتوقف، منها العمل والتعليم. ليه قررت جامعتنا إنه تستخدم وسيلة بديلة للتعليم، وهي على التعلم عن بعد عن طريق الفيديوز المساعد للشرح أو التسجيلات الصوتية؟ أنا بعرف إنه هذا شيء جديد علينا، بس هو أكيد لصالحنا. أنا بتمنى من كل الطلاب إنه تستغل الوقت بالدراسة وتعتبر هالوقت هو فرصة جيدة لإلها لحتى تطور مهاراتها، وبتمنى منهم إنه يلتزموا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لحتى ننتصر كلياتنا على الوباء وما نخسر أي شخص قريب منا. AIU stay safe.